السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا التقديم اللي غادي نحاولوا إن شاء الله من خلاله نديروا التصحيح ديال تمريني الكيمياء وتمرين التحولات النووية من الامتحان الوطني لمسلك علوم الحياة والأرض SVT الدورة العادية 2013. إذا بالنسبة لتمرين الكيمياء كان موضوعه هو دراسة مقلح تجاري، واحد ديتاكتون كوميرسيال، والهدف ديال هذا المقلح التجاري هو انه كيتستعمل من اجل ازاله بعض الترسبات الكلسيه اللي ممكن ترسب على بعض الاجهزه الكهربائيه المسخنه للماء كالكلس مثلا. وبالنسبه للتمرين ديال التحولات النوويه او الفيزياء النوويه، الموضوع ديالو هو الاشعاعات النوويه في خدمه الطب، يعني كيف تسخر هذه الإشعاعات النووية من أجل خدمة المجال الطبي، من أجل تشخيص بالصور الراديولوجي إلى غير ذلك، الكشف عن بعض عن بعض الأمراض الباطنية إلى غير ذلك. طيب، وكما كنطلب دائما التلاميذ، يعني فاش يعني نعطيكم التمرين، معطي التمرين قبل ما تدوز انت تشوف التصحيح، حاول تختبر القدرات ديالك وتختبر لا بريباراسيون، يعني الجاهزيه ديالك باش تدوز الامتحان الوطني ان شاء الله. وخاصك مثلا هذا الامتحان، دائما امتحان الفيزياء الخاص بمسلك علوم الحياه والارض كيكون مخصص على 3 السوايع، دونك بقى تاخذ واحد النموذج ودير راسك راك في الامتحان، راك كتخدم امتحان وطني، وخصص لراسك 3 ديال السوايع، يعني بعد على المشوشات وفر لراسك الظرفيه انك غادي تجتاز واحد الامتحان تختبر راسك براسك، بعد عليك يعني جميع الكتب المدرسيه الدفاتر الى غير ذلك، جميع المصادر بعدهم عليك، خذ ورقه ستيلو يعني الكالكولاتريس ديالك باش دير لي زابليكاسيون نيميريك، وخدم الامتحان ديالك لمده 3 ساعات، ومن بعد ممكن دوز تشوف لا كوريكسيون باش تكتشف فين عندك الصعوبات وشنو خاصك تزيد بريباري. سي بون، يعني كل تلميذ يحاول يدير تشخيص ذاتي لراسو باش يعرف لا بريباراسيون ديالو فين وصلت، باش نهار تكون في الامتحان الوطني تكون جاهز معرفيا ذهنيا نفسيا، وتكون عندك واحد الثقه في النفس عاليه باش تجتاز داك الامتحان. اذا على بركه الله غادي نحاولوا نقدم لكم تمرين الكيمياء. إذن هنا امتحان وطني للدورة العادية 2013، مادة الفيزياء والكيمياء، مدة الإنجاز كما قلت لكم 3 ساعات، المعامل 5، شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض، وكذا مسلك العلوم الزراعية وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها. إذن هذا الامتحان، دائما في الامتحان يسمح باستعمال آلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة، وردوا بالكم تعطى التعابير الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية. إذا دائما خصك ترد بالك التعابير الحرفية والعلاقات ولي جيستيفيكاسيون التعاليل إلى غير ذلك قبل ما تدوز للتطبيق العددي، وكذا الوحدة، دائما رد بالك للوحدة، راه ممكن يعني السؤال فاش كيعطي الأستاذ السؤال، يعني في التصحيح كاينين معايير كيعتمدهم المصحح، خصو يشوف واش كاينين التعابير الحرفية هما هذوك، واش عطيتي التطبيق العددي هو هذاك، واش الوحده متجانسه يعني في النظام العالمي للوحدات، الا كاين شي تحويل خصك ترد ليه البال الى غير ذلك باش تاخذ نقطه كامله. اذا هادو نصائح ردوا لهم البال باش ما تضيعوش النقاط يعني بوريا. سي بون، اذا يتضمن موضوع الامتحان 4 تمارين، تمرين في الكيمياء و3 تمارين في الفيزياء. تمرين الكيمياء الهدف ديالو هو دراسه مقلح تجاري ديتاكتون كوميرسيال منقط على 7 نقاط. بالنسبه للفيزياء دائما كيكونوا 3 ديال التمارين. هنا التمرين الاول الموضوع ديالو حول الفيزياء النوويه، الاشعاعات النوويه في خدمه الطب. التمرين الثاني حول المكتفات العاديه والمكتفات الفائقه بالنسبه للكهرباء. والتمرين الثالث حول مميزات بعض المقادير المرتبطه بحركه جسم صلب، هنا غادي ندرسوا خاصه حركه نواس مارين افقي، دراسه الديناميكية وكذا الدراسة الطاقية. هذا الامتحان غادي نقسم التصحيح ديالو لجزئين الحصتين، فهاد الحصة ان شاء الله غادي نقتصر على تصحيح تمرين الكيمياء والتمرين الاول في الفيزياء، والتقديم المقبل غادي نحاولوا نصححوا تمرين الكهرباء وتمرين الميكانيك. اذا على بركة الله غادي نبداو تمرين الكيمياء، تبعوا معايا.
إذا تتعرض أغلب الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل المسخن المائي الكهربائي وآلة تقطير القهوة هي آلة كهربائية إلى ترسبات كلسية، حيث الماء يعني كيحتوي على الكلس، مادة الكلس الكالكير سي بون، وبالتالي هاد يعني الأجهزة الكهربائية فاش كنسخنوا الماء فيها كيترسب الكلس. راه ممكن تشوفوا هذا الشيء في الحياة اليومية ديالكم، إلا مشيتي شفتي البراد ديالكم في المنزل، دخل لاكويزين وحاول تشوف البراد شنو غادي تلقى فيه، ولا في الغلاي ديال الماء غادي تلقى راه يعني فيها واحد مادة بيضاء، ديك المادة هي الكلس ترسبت من الماء، حيث الماء كيحتوي على مادة الكلس الكالكير كترسب، وهي خطيرة بالنسبة للصحة ديال الإنسان. ديك المادة هي خطيرة بالنسبة لصحة الإنسان، حيث كتعطي بزاف ديال المشاكل للصحة سي بون. وبالتالي وجب استعمال، انتم عندكم هذه الفكره ديال هذا المقلح التجاري اللي كيمكن من ازاله هذا الكلس، دونك يمكن ازالتها باستعمال مقلح تجاري واحد ديطاغتون كوميرسيال. ويفضل استعمال المقلحات التي تحتوي على حمض اللاكتيك، لان هناك يعني واحد المعلومه تزيدوها في بالكم، منين تبغيو مثلا تشريو شي ديطاغتون من الدروغري ولا من لافارماسي، يعني تختاروا واحد المقلحات اللي كتحتوي على حمض اللاكتيك، الصيغه الكيميائيه ديالو C3H6O3، ماشي غير جاو واختاروا لنا هذا الحمض ولكن عنده فوائد حنا غادي نعرفوها انتما، نظرا لفعاليته وعدم تفاعله مع مكونات الاجهزه، ما كيتفاعلش مع الحديد مع الالومنيوم الى غير ذلك، يعني كيتفاعل غير مع داك الكلس، كيحيد غير الكلس وما كيتفاعلش مع مكونات الأجهزة، وما كيتحللش بسهولة في الطبيعة، إضافة إلى كونه غير ملوث للبيع، ما كيلوث لناش لا ناتير سي بون. سي بور سا خصنا دائما نختاروا دوك المقلحات اللي كيحتوي على حمض اللاكتيك، لاسيد لاكتيك C3H6O3. مزيان، يهدف هذا التمرين إلى دراسة محلول مائي لحمض اللاكتيك والتحقق من النسبة المئوية الكتلية لهذا الحمض في مقلح تجاري، يعني باش تمشي تشري هذا المقلح التجاري من دروغري ولا من لافارماسي خصك تشوف يعني في ديك لاتيكيت اللي كتحتوي على اللي كاينه في البرودوي، خصك تحقق من النسبة المئوية الكتلية لهذا الحمض، ما يفوتهاش، حيت الا فاتها ممكن يشكل لنا مشاكل واحده اخرى. ثم دراسة تتبع تطور سرعة التفاعل اثناء ازالة راسب كلسي. طيب، معطيات هذا التمرين مهم، معلومات مدونة على لصيقة قنينة المقلح التجاري. دائما فاش كتشري شي برودوي شيميك كتلقى واحد اللصيقة فيها بعض المعلومات اللي خصنا دائما خصنا نقراوهم باش نعرفوا المكونات ديال داك البرودوي باش ما يكونش توكسيك، وكاينين حتى بعض العلامات واحد لي زيموتيكون في داك البرودوي اللي خصنا نرد ليه البال، ممكن يكون توكسيك، ممكن يكون قابل للانفجار، قابل للاحتراق، باش في الاستعمال نتاخذ الاحتياطات ديالي باش ما نشكش يعني ما نتسببش في لي زاكسيدون سي بون. سيرتو لي برودوي شيميك سي دونج، كاين دي برودوي شيميك دونجور لا سونتي حتى لا ناتير، دونك خصنا توجور اون دو فير اتونسيون. دونك النسبه المئويه الكتليه لحمض اللاكتيك في المقلح البورسونتاج، هنا البورسونتاج البورسونتاج ماسيك اللي كاينه في هذا لاسيد هي 45% بي ايكال 45%. ويفرغ المقلح التجاري المركز في الجهاز المراد تنظيفه، كنديروه مباشره في الجهاز اللي بغينا نطفو اللي فيه داك الكالكير، ويستعمل المقلح التجاري المركز مع التسخين سي بون، مع التسخين باش يعطي الفعالية، باش يكون واحد باش نسرعوا من التفاعل الكيميائي، لأن دائما التسخين هو محفز يسرع يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي باش نزولوا داك الكالكير بسرعة قبل ما يوقع تحولات واحدة أخرى الغير المرغوب فيها. الكتلة المولية الجزيئية لحمض اللاكتيك هما عطاونا لاماس مولير ديال هاد لاسيد هي 90 غرام بار مول. الكتلة الحجمية للمقلح التجاري ارو، الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم، لا ماس فوليميك سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليم ايغال 1.13 كيلوغرام بار لتر سي بون. دونك ردوا بالكم هادو معطيات كاملين غادي نخدموهم في التمرين، اي حاجه تعطات كمعطيات الا يعني وغادي تفيدنا
في الإجابة عن الأسئلة ديال التمرين. أولا، الجزء الأول من هذا التمرين، دراسة محلول مائي لحمض لاكتيك. هنا نحضر حجما في 0 كيساوي 500 ملليلتر لمحلول مائي لحمض اللاكتيك. الصيغة الكيميائية ديالو C3H6O3 أك مميع. دائما خصني نرد، يعني فاش نبغي مثلا نعطي المعادلة الكيميائية خصني نرد البال ديالي الحالة الفيزيائية لكل نوع. هنا الحمض أك مميع. تركيزه المولي C0 كيساوي 0.1 مول باغ لتر. فاش حضرنا هذا الحمض، هذا المحلول، قمنا بقياس قيمة الـ pH ديالو، ولقينا الـ pH كيساوي 2.44، هو محلول حمضي، الـ pH ديالو صغر من 7. طيب، هنا اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الحمض اللاكتيك مع الماء، علما أن التحول غير كلي. خصني نسطر بقلم الرصاص على هذا غير كلي. غير كلي اش كنقصدو بها؟ يعني في المعادلة التفاضلية خصني نعطيها بسهمين. سي بون؟ التلميذ يعطيني هنا معادلة بسهم واحد، غنطير له 0.25. كتبقى له غير 0.25. علاش؟ حيت راه زاد لك هنا التحول غير كلي، دونك كتعطى بسهمين ماشي بسهم واحد. الا عطيتيها بسهم واحد بحال غيرتي هذا المعطى، بحال اعتبرتي انت ان هذا التحول كلي. دونك اللي رضى لكم ردوا بالكم باش ما ينقصوا لكمش النقاط. اذا في المعادله كنجي للمزدوجه ديالي، ها الحمض اللاكتيك وها القاعده ديالو، حمض قاعده كاملين اكو. دابا هذا الحمض معاهم غادي يتفاعل، غادي يتفاعل مع الماء. كنحضروا محلول مائي، هانتوما دراسة محلول مائي. دونك هذا الحمض غادي يتفاعل مع الماء، والماء هنا غادي يكون اي تعتبر قاعدة ديال المزدوجة H3O بليس H2O. H3O بليس هي ايونات الاكسونيوم حمض، و H2O يكون قاعدة اللي هو الماء. والماء ممكن في شي مزدوجة واحدة اخرى يكون كيتعتبر كحمض. وفاش كيكون الماء حمض، القاعدة ديالو هي ايونات الهيدروكسيد او اش موان. وبالتالي الا ذكرتوا معايا شنو شفنا في الدرس، بان الماء كيتعتبر انفوليت. سي بون، الماء انفوليت، تارة يلعب دور الحمض وتارة يلعب دور القاعدة. فهاد المعادلة غادي يكون كيلعب دور القاعدة، لان حمض المزدوجة الاولى كيتفاعل مع قاعدة المزدوجة الثانية، كيعطيني حمض المزدوجة الثانية زائد قاعدة المزدوجة الاولى. كندير لا ريغل دو غاما، قاعدة غاما. اذا تبع معايا هنا، هذه هي معادلة التفاعل بكل بساطة. حمض اللاكتيك زائد الماء يعطينا ماذا؟ يعطينا القاعدة C3H5O3- زائد H3O بليس أك. كما قلنا هنا، كما قلنا في الآخر، علما أن التحول غير كلي. إذن هنا سهمين، صافي، هنا خصكم تزيدوا واحد السهم واحد آخر، لأن التفاعل غير كلي. سيبو، واللي مشى بدا بالانصاف المعادله، يعني دار C3H6O3، الحمض كنعرفوا انه كيفقد البروتون H بليس، كيعطيه القاعده C3H5O3- زائد واحد البروتون، ياك، ودار في نصف المعادله الثانيه H2O كقاعده كيكتسب بروتون H بليس وكيعطيه الحمض H3O بليس، ومن بعد جمع الانصاف المعادله راه غادي نلقى نفس المعادله الحاصله. صافي، راه خصني نرد بالي هنا السهمين حتى في الجدول الوصفي. والحالة الفيزيائية لكل نوع، الحمض أكو، الماء ليكيد، القاعدة أكو، وأيونات الأكسونيوم أكو مميعة. ندوز للسؤال رقم 2. سؤال رقم 2 راه باين، قال لك أعطيني الجدول الوصفي لهذا التفاعل. كاملين كتعرفوا تعطيو الجدول الوصفي. سي بون، ها أنت عندك معادلة التفاعل كتحطها بسهمين وبالحالة الفيزيائية لكل نوع. وهنا كنديروا حالات المجموعة، عندي ثلاثة ديال الحالات، الحالة البدئية تي كيساوي صفر، الحالة الوسيطة تي تخالف صفر، وعند التوازن تي إيكيليبر. والتقدم في الحالة البدئية هو صفر، يعني باقي ما بداش التفاعل، أنتم النواتج باقي ما بانوش كمية المادة ديالهم في الحالة البدئية. في الحالة الوسيطة هاد المعادلة ولا هاد التفاعل كيتقدم بواحد التقدم إكس، وفي عند التوازن التفاعل كيتقدم بإكس إيكيليبر. باش نوصلوا لحاله التوازن اللي هي لي طافينال. وهنا كندير كميه الماده بالمول، وكنتبع كميه الماده كل من المتفاعلات والنواتج خلال ثلاث حالات. ففي الحاله الاولى، اولا كنجي للماء باش نتهنى منه، كنديروا وافر، لان الماء يوجد بوفره في كلا الحالات الثلاث، نديروا وافر. سي بون، دابا كنجي كنتبع كميه ماده المتفاعل اللي هو حمض اللاكتيك. الحالة البدئية هي C0 V0، غادي نرجع للمعطيات نشوف واش عطاوني C0 V0. فوالا، عطاونا C0 V0. C0 كتساوي 0.1، V0 هي 500 ملليلتر،
خصني نضربها في 10 أس ناقص 3 باش نحول لتر، كتعطيني 0.5، نضربها في 0.1 والقيمة اللي عطاتنا خصني نحطها هنا، ما خصنيش نخليها بدلالة التعبير. يعني حنا باش نلخصو، دونك سي 0 في 0 يساوي ديك القيمة اللي لقيتي. بالنسبة للنواتج في الحالة البدئية دائما 0 0، سي بون 0 0، إلا في الحالة ديال الأعمدة وتحصيل الطاقة. يعني هنا في النواتج في الحالة البدئية كتكون عندهم كمية المادة فقط في الحالة ديال عمود دانييل. كما شفتو حنا إلا غادي نديرو شي تمرين إن شاء الله، شي امتحان في عمود دانييل، وغادي تشوفو الجدول الوصفي ديالو. الحالة الوسيطة هي كمية المادة البدئية ناقص تقدم إكس، هنا ما غاديش تبقى إن زيرو، غادي تنقص، لأن خلال التحول شنو هو التعريف ديال التحول؟ هو اختفاء متفاعلات وظهور نواتج. دونك كمية المادة كتختفي بإكس، وداك إكس اللي تختفات كيبانو في النواتج. وردوا بالكم المعامل، هنا المعامل واحد، معامل واحد، المعامل واحد، الكوفيسيون ستيكيومتريك، سي بور سا كنديرو أن إكس هنا، أن إكس هنا، أن إكس، وعند التوازن كنعوض إكس بإكس إكيليبر، يعني كتزيد كمية المادة تزيد تختفي. بإكس إكيليبر هنا كيبان إكس إكيليبر، إكس إكيليبر، توجور الكوفيسيون ستيكيومتريك هو واحد. طيب السؤال الموالي، حنا نقراو جوج أسئلة باش نجاوبو عليهم في نفس الوقت. السؤال 1 3، تحقق غير الله يرضي عليكم، هنا ما تبقى تنقص حتى شي حاجة، فهمتي؟ الجدول الوصفي خصك تعطيه كامل، يعني دير التطبيق العددي، أي حاجة يعني شفتيها مع الأستاذ في الآخر بلا ما تنقصها، حيت المصحح أي حاجة نقصتيها راه كينقصها من هاد النقطة. سي بون باش تاخد نقطة كاملة، يعني ضبط المسائل ديالك ونظم الورقة ديالك، وما تبقاش دير البلونكو بزاف. خص المصحح تجي ورقة منظمة نقية وفيها داك الشيء اون ديتاي باش يعطيك نقطة كاملة، حيت في الامتحان التصحيح المعايير ديال التصحيح الامتحان الوطني ماشي هو المراقبة المستمرة، المعايير كيختلفوا. في الامتحان الوطني كيكونوا معايير دقيقة كيعتمدوا من المصحح، وكيكون داك الشيء وطني يعني بالنسبة لجميع التلاميذ. السؤال 1 3، تحقق أن قيمة إكس إكيليبر تقدم النهائي للتفاعل عند حالة التوازن المجموعة. هما عطاونا راه سهلوا عليك، أنت غير تقلب عليها خصك تلقى هاد القيمة 1.81 في 10 أس ناقص 3 مول. والسؤال 1 4، أوجد قيمة بيكا ثابتة بيكا للمزدوجة حمض لاكتيك، والقاعدة ديالو سي 3 H5 أو 3 مول. كنعلمو بأن بيكا أش كيساوي؟ كيساوي موال اللوغاريتم ديال كا ا، يكفي اننا نحسبو كا ا ونديرو موال لوغ، اللوغ العشري ماشي النيبيريان، موال لوغاريتم ديسيمال ديال كا ا. اولا نحسبو اكس ايكيليبر، مزيان ضروري ما خصنا نستغلو الجدول الوصفي. اذا من خلال الجدول الوصفي، شوف الله يرضى عليكم، من خلال الجدول الوصفي عندي اكس ايكيليبر اللي كنقلب عليها شنو هي؟ هي كميه ماده النهائيه ديال ايونات الاوكسونيوم اللي تكونت في الحالة النهائية. هانتوما إكس إكيليبر هي إن فينال، زيدو هنا واحد فينال ديال H3O بليس، إن فينال ولا إن إكيليبر لا ميم شوز. وكنعرفو بأن إن فينال هي كمية المادة أش كتساوي؟ هو التركيز أيونات الأوكسونيوم إكيليبر، خصني نزيد هنا إكيليبر مضروبة في الحجم، حيت كمية المادة هو التركيز المولي ولا التركيز الفعلي للأيونات في حالة التوازن مضروبة في الحجم. وتركيز أيونات الأوكسونيوم كاملين كنعرفو في الدرس هي 10 ناقص بي اش مضروبة في الحجم في، وكندير التطبيق العددي ديالي. دابا راه كلشي عندي، هي 10 اس ناقص 2.44 حيت بي اش كتساوي 2.44، والحجم عطاونا 500 مليلتر. خصني رد بالك ما تخلاش 500 مليلتر، خصك تحول لتر، سي بوغ سا خصك تضرب في 10 اس ناقص 3. إلا درتي التطبيق العددي بشوية عليك في الكالكولاتريس راه كتلقى 1.8 في 10 اس ناقص 3، وما تنساش المول، ما تنسى المول غنطير لك 0.25، سي بون؟ حيت في الكيمياء والفيزياء يعني واحد المقدار بدون وحدة هو عبارة عن عدد. في الفيزياء وفي الكيمياء شكون اللي كيعطي لذاك المقدار يعني باش كنعرف أن هذا كمية المادة ولا سرعة ولا مسافة ولا؟ بالوحدة، الوحدة هي كل شيء بالنسبة للفيزياء والكيمياء، الوحدة هي اللي كتعبر على واحد المقدار. أما تعطي لي مثلا واحد المقدار بدون وحدة بالنسبة لي راه عدد، فهمتي؟ دونك الوحدة ما تبقاش تنساها، دقها في الدماغ ديالك ما تبقاش تنساها. راه في التصحيح كنلقاو بزاف تلاميذ ما كيحطوش الوحدات، وبالتالي راه كتنقص لهم 0.25 في كل سؤال. دونك باش تاخد النقطة ديالك كاملة ركز مزيان في الامتحان. مزيان، دابا طلبوا لنا نحسبوا بيكا، قلنا لكم بأن بيكا كيساوي موال لوغ د كا،
بيكا ا هي معلقه، وهاد كا ا الثابته كا او بيكا ا باش كتعلق، كتعلق بدرجه الحراره. الى تغيرت درجه الحراره كتغير كا ا المحلول ديال المزدوجه، الى بقى درجه الحراره ثابته كا ا لا تتغير. مزيان، اولا نحسبوا كا ا. كا ا شنو هي؟ هو خارج التفاعل في حاله التوازن، كيو ار ايكيليبر. وخارج التفاعل في حاله التوازن شنو هي؟ هي جداء تراكيز النواتج مقسوم في حاله التوازن اليكيليبر، ماشي في الحاله الوسيطه، في حاله التوازن، حيت ما كنحسبوا هنا، حيت كاين الفرق ما بين كي ار ايكيليبر وكي ار انيسيال. وخارج التفاعل، خارج التفاعل في الحاله البدئيه ولا الحاله الوسيطه، وكي ار ايكيليبر في حاله التوازن. دونك كندير والتركيز الفعلي لايونات الاوكسونيوم اش تو او بليس في ليكيليبر. ما تنساش هاد ليكيليبر عندها واحد المعنى مهم هنا باش تفرق ما بين كي ار و كي ار ايكيليبر، خصك تزيد هنا ايكيليبر. مضروبه في التركيز هاد يعني هاد القاعده ديال حمض لاكتيك، مقسومه على التركيز ديال المتفاعل اللي هو حمض لاكتيك. هنا تسالوا علاش ما ضفناش الماء؟ قلنا لكم بان في يعني في هاد التوابيت، سي بون، في هاد التوابيت التركيز ديال اش دوزو غالب ديال لي ليكيدو لي سوليد فاش كيكون حاله سائله ولا حاله صلبه، في التركيز في هاد التوابيت ولا في خارج التفاعل كيساوي واحد. يعني التركيز ديال اش دوزو ليكيد كنعوضو بواحد، حتى الا عندك السوليد كتعوض بواحد. اللي كيدخل التعبير ديالو في هاد الثوابت هما الانواع الكيميائيه المميهه اكي، صافي مزيان. ولكن فين كندخلوا الماء؟ يعني فين كندخل التركيز ديال اش دوزو؟ الا تذكرتوا معايا في الدروس اللي شفتوها في الكيمياء، فين كندخلوا التركيز ديال اش دوزو؟ شكون يجاوبنا على هذا السؤال؟ تذكر معايا. الى رجعنا مثلا لاخر درس في الكيمياء ديال تفاعلات الاسطره والحلماء، في تفاعلات الاسطره والحلماء قلنا لكم بان الحمض يتفاعل مع ماذا؟ الحمض يتفاعل مع كحول كيعطينا الاستير زائد الماء. هنا فاش كنبغي ندير ثابته التوازن كا ولا كيو ار ايكيليبر، اش كيساوي؟ هي التركيز ديال ليستير في ليكيليبر في حاله التوازن مضروبه في التركيز اش دوزو. هنا اش دوزو كيدخل، حيت اش دوزو هنا ما كيتعتبرش موديب، سي بون، باش نعطيو التركيز ديالو واحد، لا، هنا كيتعتبر كناتج، يعني كينتج. دونك مقسومه على التركيز ديال الحمض في ليكيليبر مضروبه في التركيز ديال القاعده اليكيليبر، سي بون. ويلا مشيت في لو سونس اوبوزي، يعني في المنحة جوج، يعني في المنحة واحد عندي تفاعل الأسطرة وفي المنحة جوج عندنا تفاعل الحلماء. إلا مشينا في تفاعل الحلماء يعني خارج تفاعل ك كيولي العكس، كيوليو النواتج هو كيوليو النواتج هما الحمض والكحول، يعني التركيز ديال الحمض مضروبة في تركيز الكحول مقسومة على تركيز الإستير فوا تركيز ديال الماء. دونك هنا الماء سواء في معادلة الأسطرة ولا الحلماء راه كندخلو الماء هاد خارج التفاعل. مزيان، الا لاحظتم هنا هنا في الجدول الوصفي بان التركي ولا كميه ماده سي 3 اش 5 او 3 موا وكميه ماده اش 3 او بلس راه متساويين، حيت عندهم نفس المعامل واحد واحد، دونك هي اكس ايكيليبر. وحتى التركيز يكونوا متساويين، حيت كناخذ هاد اكس ايكيليبر وكنقسمو على الحجم، حيت التركيز شنو، حيت كميه الماده شنو هي، هو التركيز سي فوا في. دونك سي كيساوي كميه الماده على في، دونك ممكن نعطي وحده فيهم اس اثنان، هي التركيز ديال اش 3 او بليس اس اثنان، سي بون، التركيز اش 3 او بليس اس اثنان مقسومه على الحجم اس اثنان، والحجم هنا هي في زيرو، صافي مزيان. ولا جينا بالنسبه للتركيز ديال سي 3 اش 6 او 3 هنايا، هي كميه الماده مقسومه على الحجم، حتى هي كميه الماده مقسومه على الحجم. طيب وهنايا مثلا هنا في زيرو كيتختزل في زيرو، الى لاحظتوا معايا في زيرو كيتختزل في زيرو، الحجم كيتختزل مع الحجم، كيبقى لك التركيز ديال ايونات الاوكسونيوم اس اثنان. تركيز ايونات الاوكسونيوم هي 10 اس ناقص بي اش، سي بون، 10 اس ناقص بي اش لكل اس اثنان، حيت كاين عندي اس اثنان، حيت هذا فهذا هادو متساويين، مقسومه على التركيز ديال الحمض اللاكتيك. قلنا راه اختزلنا في زيرو هنا، اش بقى ليا؟ يعني عفوا شنو درت هنا، قسمت على، قسمت هذا المقام على في زيرو، في زيرو مقسوم على في زيرو كيبقى سي زيرو، ها هي وفي زيرو نجيبها عاوتاني لهنا، حيت قسمنا في زيرو على المقام، في زيرو مشات مع في زيرو بقات سي زيرو ناقص اكس ايكيليبر،
سيغ في زيرو اكسيكيليبر سيغ في زيرو هي التركيز ديال H3O بليس ديال ايونات الاوكسونيوم، والتركيز ديال ايونات الاوكسونيوم قلنا هي 10 ناقص بي اش. دونك اعيد اكسيكيليبر على في زيرو شنو هي؟ هي التركيز الفعلي لايونات الاوكسونيوم H3O بليس، والتركيز الفعلي لايونات الاوكسونيوم H3O بليس هي 10 اس ناقص بي اش، وبالتالي كنلقى هاد ليكسبريسيون صافي مزيان. احنا لقينا ليكسبريسيون ديال كا ا، الا بغيت بي كا ا كندير موان لوك كا ا، دونك هي موان لوك ديال هاد ليكسبريسيون كامله، وكندير التطبيق العددي بي اش كنعوضها بالقيمه ديالها راه تعطات ليا في المعطيات، سي زيرو كاينه في المعطيات، وكنلقى بي كا ا كيساوي 3.86، دونك ثابته بي كا ا تساوي 3.86. مزيان، ندوزو الان الجزء الثاني من تمرين الكيمياء، تبعوا معايا. الجزء الثاني خاص بتحديد النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في مقلح تجاري، يعني إذا خدنا واحد المقلح تجاري غادي نحددو شحال كيحتوي على النسبة المئوية الكتلية من الحمض ديال اللاكتيك. كل مقلح تجاري إلا فيه واحد حمض لاكتيك بنسبة مئوية كتلية اللي خصنا نحددوها، سي بون. إذا نستعمل مقلحا تجاريا مركزا يحتوي على حمض اللاكتيك تركيزه المولي سي للتحقق من قيمة النسبة المئوية الكتالية لحمض اللاكتيك في هذا المقلح. نخفف، كندير واحد العملية ديال التخفيف لا ديليسيون، دونك نخفف المقلح التجاري المركز 100 مرة 100 فوا، فنحصل على محلول مائي اس ا لحمض اللاكتيك التركيز ديالو، التركيز ديال هذا المحلول اس ا شنو هي؟ هي السي على 100 حيت خففناه 100 ديال المرات. باش درنا الان التخفيف ديال هذا المقلح التجاري المركز 100 مره حنا خففناه، يعني لقينا شنو هو الهدف ديال التخفيف في الكيمياء؟ التخفيف هو انه كينقص من التركيز ديال المحلول، مثلا التركيز كان سي ولا سي على 100 ولا سي ا هي سي على 100. بعد ما خففنا هذا المحلول نعاير الحجم في ا، كندير دابا المعايره الدوزاج، كناخذ واحد ليشانتيوناج، واحد ليشانتيون من هذا المحلول، يعني من هذا ما غاديش ندير الدوزاج ديال هذا الفوليوم كامل، كنبقى غير واحد الحجم في ا كيساوي 10 مليلتر، احنا خدينا واحد الحمض من محلول اس ا، ونقوم بمعايرته بواسطه محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم. اذا هنا معايره حمض قاعده، دونك لهيدروكسيد الصوديوم ان ا بليس او اش موان، هيدروكسيد الصوديوم ان ا او اش فاش كضيف ليه الماء كيعطيك الايونات مميزه اكو اكو، ايون الصوديوم ان ا بليس وايون الهيدروكسيد او اش موان، ولا تذكرتوا معايا قلنا ان ا بليس ايون كسول، ايون غير نشيط لا يتفاعل، شكون اللي كيتفاعل هنا هو او اش مو، دونك او اش مو هو اللي غادي يتفاعل مع لاسيد، سي بون. تركيزه المولي سي بي كيساوي 2 في 10 ناقص 2 مول بار لتر. هنا الحجم المضاف عند التكافؤ، يعني الحجم اللي ضفنا من السحاحه عند التكافؤ هو في بي او كيساوي 28.3 مليلتر. اذا هنا الا جيت للوساخ وبغيت نرسم واحد التبيانه ديال هاد الدوزاج، كناخذ السحاحه وكناخذ الكاس. السحاحه شكون كيكون فيها؟ كيكون فيها واحد المحلول اللي كنعايرو به، محلول معاير نعايرو به. هنا المحلول المعاير شنو هو؟ هو الكحول اللي هو هو القاعده ان ا او اش. المحلول المعاير الموجود في السحاحه هو ان ا بلس او اش، اللي غادي نقول او اش حيت ان ا بلس ايون غير نشيط. شنو كنعايرو؟ كنعاير واحد الحمض، واحد الحجم ديال الحمض، دونك كناخذ هذا الحجم ديال هذا الحمض هذا ديال الحمض اللاكتيك اللي خفنا وكنديرو في الكاس، وكيتسمى محلول معاير، سي بون. وكنديرو معايرة حمض قاعدة. السؤال جوج واحد، اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل أثناء المعايرة والذي نعتبره كليا. بيان سيغ، حيت من بين مميزات تفاعل المعايرة إلا تكرر شوية، قلنا هو تفاعل كلي، تفاعل انتقائي سيليكتيف توتال، كلي انتقائي سيليكتيف، وهو تفاعل سريع رابيد، كيحتاج واحد المدة الزمنية، فهو تحول سريع. أعيد، ممكن في شي سؤال مثلا في شي امتحان يقول لك ما هي مميزات تفاعل المعايرة؟ مميزة تفاعل المعايرة هو تفاعل سريع كلي انتقائي. ممكن أيضا يقول لك أعطيني يعني لو شيما ولا العدة التجريبية ديال هاد المعايرة. كتاخد السحاحة كدير فيه هنا الكحول ان ا بليس او اش موان القاعدة ياك، وفي الكأس كدير المحلول اللي بغيتي تعايرو، هنا حمض اللاكتيك الحجم ديالو 10 مليلتر،
سي بون. والهدف ديال المعايره هو تحديد التركيز، هو تحديد قيمه التركيز سي ا، يعني قيمه التركيز ديال داك المحلول اللي بغيتي تعايره، ومن ثم غادي نستنتج قيمه السي من هذه القاعده. السي ا كيساوي السي على 100، صافي. وكتزيد واحد المخلط كهرومغناطيسي، وفي هذا الكأس كدير واحد لوباغو مانيتيك، واحد المغناطيس صغير باش كيبقى يعني يكون واحد الميلانج اوتوماتيك. وهذا المحرك الكهرومغناطيسي كيكون مرتبط بالتيار الكهربائي، فاش كتخدمو يعني كيخدم داك المغناطيس، كيكون واحد مجال مغناطيسي محدث من طرف التيار الكهربائي بين هذا المغناطيس والتيار الكهربائي، وبالتالي هذا المجال المغناطيسي اللي كيحسو التيار الكهربائي كيخلي داك المغناطيس الصغير يدور اللي كاين في الكأس. وفي كل اضافه، في كل قطره ضفتي من هاد السحاحه، الا وداك الخليط كيبقى يتخلط بلا ما دير الميلونج مانيويل، بلا ما تبقى تخلط يعني بيدك، كدير مخلط كارو مغناطيسي. اذا اكتب المعادله الكيميائيه للتفاعل الحاصل اثناء المعايره والذي نعتبره كليا. دونك انا شكون اللي غادي يتفاعل؟ قلنا ان ا بلس ايون غير ناشط، هاد او اش مول اللي كاين في السحاحه غادي، هذا كحول، قاعده، هذه قاعده. دونك الا كانت هذه قاعده، شنو هو الحمض ديالو فاش كتكون ايونات الهيدروكسيد قاعده؟ الحمض ديالو كيكون الماء H2O، وفاش كيكون H2O قاعده شكون اللي كيكون حمض؟ هما ايونات الهيدرو، ايونات الاوكسونيوم H3O بلس. دونك هنا او اش موان قاعده، باش ناخذ المزدوجه او اش موان قاعده، الحمض ديالو H2O. هاد او اش موان غادي يتفاعل مع حمض لاكتيك، ما غادي تشوفوا معايا هنايا. دونك او اش موان غادي يتفاعل مع حمض لاكتيك، حيت عندي المزدوجه الاولى هي حمض لاكتيك والقاعده ديالو سي 3 H5 O3 موان، والمزدوجه الثانيه الماء كحمض، وهذا قاعده، هذا او اش موان كحول اللي هو ايون الهيدروكسيد. وكندير لا ريغل دو غاما، يعني الحمض اللي كاين في الكاس كيتفاعل مع الكحول او القاعده الموجوده في السحاحه، كيعطيك هذه القاعده ديال حمض لاكتيك زائد الحمض H2O. مزيان، احنا عطينا معادله الكيميائيه ديال الدوزاج ديال المعايره اللي قلنا انها كتميز بثلاثه المميزات: التفاعل كلي، سريع، وانتقائي. السؤال الثاني: احسب قيمه تركيز سي ا ثم استنتج قيمه سي. كنديروا القاعده ديال الدوزاج ديال المعايره، راه معروفه ودائما كنخدموها في الدرس. في الدوزاج الا ذكرنا معايره حمض قاعده او معايره قاعده حمض حسب علاقه التكافؤ. شنو عندي في التكافؤ؟ عندي هنا يعني في التكافؤ، في ديك النقطه ديال التكافؤ، النقطه اللي تشونجا فيها الكولور، لا كولور ديال لو ميليو رياكسيوني، الوسط التفاعلي، ديك النقطه اللي تشونجا فيها الكولور هي نقطة التكافؤ. وفي نقطة التكافؤ كيكونوا هاد المتفاعلين معا محدين، يعني ليميتون، هاد لي دو رياكتيف كيكونوا ليميتون، صافي. وبالتالي في ديك نقطة التكافؤ كتكون كمية المادة البدئية ديال الحمض مقسومة على المعامل، هنا خلاص المعامل واحد كوفيسيون ستيكيوميتريك. دونك كمية المادة البدئية ديال هاد الحمض مقسومة على واحد كيساوي كمية المادة البدئية ديال هاد الكحول او اش موان مقسومة على المعامل ديالو واحد. وكمية المادة البدئية ديال الحمض هو التركيز سي ا فوا في ا، وكمية مادة القاعدة هي سي بي فوا في بي ايكيليبر، في بليتو في بي ايكيفالون، هو الحجم اللي ضفنا من السحاحة ديال هاد القاعدة باش نحصلو على التكافؤ. ومن ثم غادي نحدد سي ا، في ا نجيبها لجهة أخرى، دونك سي بي فوا في بي ايكيفالون مقسومة على في ا. كندير تطبيق العدد، راه كلشي دابا عندي في المعطيات، صافي. غير هنا علاش ما ضربت في 10 ناقص 3 في الحجم؟ حيت كيتختز المليليتر مع المليليتر، واخا ضرب هنا في 10 ناقص 3 باش تحول لتر، حتى هنا خصك تضرب في 10 ناقص 3، وبالتالي تختز 10 اس ناقص 3 مع 10 اس ناقص 3، وكيعطيك 5.66 في 10 اس ناقص 2 مول بار لتر. مزيان، من هنا غادي نستنتجو تركيز سي. اذا وحسب علاقة التكافؤ رجعنا عندي بان السي ا كيساوي السي على 100، اذا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، سي كيساوي السي ا في 100، معناتها التركيز سي كيساوي السي ا فوا 100 كيساوي 5.66 مول بار لتر. الى رجعتي تشوف التركيز كيصغر، وبلات كانت يعني واحد القيمه ديال التركيز كبر من 5.66، ابخي ما درنا تخفيف لا ديليسيون التركيز صغير، حصلنا على واحد التركيز قيمته اصغر. اذا الهدف ديال يعني الهدف ديال التخفيف هو الحصول على واحد محلول ذو تركيز اصغر. مزيان، دابا غادي ندوزو للتمرين الموالي.
دونك يعبر عن النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المقلح التجاري بالعلاقة. هذه العلاقة الله يرضى عليكم بغيتكم تشدوها مزيان، حيت بارف ممكن ما يعطيوها لكمش. ممكن يجي السؤال شنو هو؟ هيقول لكم احسب النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المقلح التجاري التجاري بلا ما يعطيك هذه العلاقة هذه. غير نسهلوا معاكم صافي. دونك انت هذه لوكازيون باش هذا البورسونتاج ماسك تحفظه اش كيساوي صافي. اذا فاش كيقول لك حسبنا البورسونتاج ماسيك اش كدير؟ كتاخذ التركيز ديال داك المحلول ديال داك الحمض كتضربه في الكتله الموليه وكتقسمه على الكتله الحجميه. اعيد، التركيز مضروبه في الكتله الموليه مقسومه على الكتله الحجميه. وتحقق من قيمه النسبه المئويه الكتليه لحمض اللاكتيك في المقلح التجاري. غنحسبوا بعد هاد بي هما عطاوكم القاعده. انا قلت لك هذه خذها كقاعده باش كتحسب النسبه المئويه الكتليه لواحد الحمض في واحد منتوج تجاري. راه بارفوا الى رجعتوا لامتحانات اخرى كيتحط هذا السؤال بلا ما يعطيو هذه القاعده هذه. دونك خذها معايا. كدير تطبيق العدد، راه عطاوك القاعده كدير تطبيق العدد ديال السي عندك، الكتله الموليه عندك، والكتله الموليه عندنا، والكتله الحجميه راه كاينه في المعطيات الى رجعنا ليها. دير تطبيق العدد كتلقى 45 صافي. غير واحد القضية تعطي ليها البال في التطبيق العددي في الكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية خصك تحولها لجرام بار لتر باش تمشي لتر مع اللتر، المول موانزة مع المول، والجرام مع الجرام صافي. جرام مع الجرام، اللتر مع اللتر، مول أس واحد مول أس ناقص واحد هي واحد، كيبقى بورسونتاج بدون وحدة 45. هانتوما إلا رجعنا القيمة ديال الكتلة الحجمية باش عطاوها لنا بالكيلوغرام، شفتو معايا؟ عطاوها بالكيلوغرام. عندك تمشي تخليها بالكيلوغرام حيت ما يمكنش تختزل الجرام مع الكيلوغرام، خصك تختزل الجرام مع الجرام، وبالتالي هذه خصك تضربها في 10 ناقص 3. الا رجعنا الاخر راه ضاربين هنا في 10 قلنا كيلوغرام للجرام، بليتو في 10 اس 3 حيت كيلوغرام كتمشي للجرام كتضرب في 10 اس 3 باش يتختزل لك الجرام ديال الكتله الموليه مع الجرام ديال الكتله الحجميه. وتختزل هنا اللتر موانزا مع اللتر موانزا كتسامبليفي بها كتختزل بها، مول اس واحد مع مول اس ناقص واحد هي واحد، ما بقات لا وحده لا ولا، دونك 45 سي بون. 45 هانتوما 45%. حنا تحققنا من هذه النسبه المئويه الكتليه لحمض اللاكتيك اللي عطاونا في المعطيات، فعلا لقينا 45% اكزاكتومون. تتمه ديال التمرين، تتمة التمرين. الآن ثالثا، دراسة تتبع تطور سرعة التفاعل أثناء إزالة رسيب كلسي. باقي التمرين ما سالاش. هنا دراسة تتبع تطور سرعة التفاعل أثناء إزالة رسيب كلسي. إذا يتكون الرسيب الكلسي المتكون في آلة تقطير القهوة أساسا من كربونات الكالسيوم. الصيغه ديال الكلس، كربونات الكالسيوم هو الكلس، سي ا سي او 3 سوليد، واحد الماده صلبه اللون ديالها بيضاء بحال واحد القشره بيضاء، كتكون على هاد الاجهزه الكهربائيه اللي كنسخنوا فيهم الماء ولا كنحضروا بهم القهوه اكسيتيرا. دونك هذا هو الكلس، هذه هي الصيغه ديالو، كيكون سوليد حالته الفيزيائيه صلبه. يؤثر حمض اللاكتيك على كربونات الكالسيوم اثناء عمليه ازاله هذا الرسيب. هذا الحمض اللاكتيك اللي كيتواجد في ذاك المقلح التجاري كيأثر على هذا كربونات الكالسيوم على هذا الكيس اثناء عمليه ازاله هذا الرسيب. مزيان. للوقوف على بعض العوامل المؤثره على مده ازاله الرسيب، نصب حجما في كيساوي 10 مليلتر من المحلول المخفف اس ا السابق للمقلح التجاري. يعني كناخذ واحد الحجم 10 مليلتر من داك المحلول اللي خففنا ديال هذا المقلح التجاري اللي كيحتوي على حمض اللاكتيك. علاش كنكبوا على كميه من كربونات الكالسيوم الصلب؟ كنكبوا على سي اس سي او 3 باش يتفاعل هذا الحمض اللاكتيك مع سي اس سي او 3 باش نزولوا هذه الطبقه الصلبه. ونتتبع باستعمال تركيب تجاري ونتتبع باستعمال تركيب تجريبي معلوماتي ملائم تطور تقدم التفاعل. ومكنت الدراسة التجريبية باستعمال وسيط معلوماتي من خط المنحنى جانبه الممثل لتغيرات التقدم بالمول ديال التفاعل بدلالة الزمن. هنا نذكركم بالدرس الأول أو الدرس الثاني في كان الدرس الأول في الكيمياء هي التفاعلات السريعة والتفاعلات البطيئة، والدرس الثاني اللي موراه تتبع زمني لتحول كيميائي وكيفية والعوامل التي تمكن من تسريع التفاعل الكيميائي.
وكذا. الدرس الثاني ديال التتبع الزمني لتفاعل كيميائي فين شفنا السرعة الحجمية إلى غير ذلك. مزيان. سؤال 3-1 طلبوا لنا، قالوا لنا بأن قيمة زمن نصف التفاعل هي تي ان دومي كتساوي 15 سكوند، هي هذه 15 سكوند هذه هي. وشنو هو التعريف ديال زمن نصف التفاعل؟ زمن نصف التفاعل ربما في شي سؤال يطلبوا منكم تعطيو التعريف كتذكر شنو شفنا في الدرس. دونك شكون يجاوبنا على هذا السؤال؟ تعريف زمن نصف التفاعل لدومي لا دومي دي طون او بيان دومي ديغي ديال لا رياكسيون شيميك. إذن زمن نصف التفاعل قلنا هي المدة الزمنية اللازمة، هي المدة الزمنية اللازمة لماذا؟ لنصف التقدم النهائي للتفاعل. هذه هي إكس ماكس، كتاخذ إكس ماكس كتقسمها على جوج، دونك هي المدة الزمنية اللازمة باش يوصل التفاعل النص ديالو، نص التقدم النهائي ديالو باش يوصل إكس ماكس على جوج. هنا أوجد قيمة إكس فينال تقدم النهائي للتفاعل. إكس فينال ممكن نوجدها يعني مبيانيا، تبع معايا. إذن عند اللحظة تي كتساوي تي أن دومي اللي هو زمن نصف التفاعل 15 سكوند، يكون تقدم إكس في هذه المدة الزمنية كيساوي إكس فينال على جوج. سي بون أعيد، عند هذه اللحظة تي أن دومي اللي هي 15 سكوند كما قلت لكم في التعريف ديال زمن نصف التفاعل، هي المدة باش يوصل التفاعل نص التقدم النهائي ديالو باش يوصل اكس فينال على جوج. من هنا اكس فينال اش كيساوي؟ اكس فينال كيساوي جوج، كندير جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. اكس فينال كيساوي جوج مضروبه في اكس ديال 15 سكوند، يعني التقدم ديال زمن نصف التفاعل. اكس فينال كيساوي جوج فوا اكس 15 سكوند. مبيانيا تقدم الملائم او المناسب ل 15 سكوند، كناخد 15 سكوند كنسقط ماشي على المماس، لا كنسقط على المنحنى. هانت 15 كنسقط على المنحنى وكنسقط هنا تقريبا هادي 0.4 0.8 كتزيد 0.2 تقريبا 0.9 حتى ل 1 مليمول تقريبا، واحد بالتقريب 1 مليمول. اذا كتاخذ هاد 1 مليمول وكتضربها في جوج، حيت اكس فينال هي جوج فوا التقدم خلال زمن نصف التفاعل اللي هي جوج مليمول. ممكن هنا تحول المول، ضرب في 10 أس ناقص 3 هي جوج، في 10 أس ناقص 3 مول. مزيان. السؤال الموالي، عين مبيانيا قيمة في السرعة الحجمية لا فيتيس فوليميك للتفاعل عند اللحظة تي كتساوي 22.5. هما ذكروا لكم يعني بسطوا عليكم المسائل غير ما بغيتوش تخدموا. نذكر بأن السرعة دائما باش نفرق ما بين السرعه والحجم، السرعه كنعطيها في صغيره والحجم كنعطيه في كبيره. دونك السرعه كتساوي 1 على الحجم في دي اكس على دي تي. دي اكس على دي تي هو الميل، هو المعامل الموجي ديال داك المماس، احنا غادي نشوفوه رسمه في المبيان. ويمثل المستقيم دلتا المماس للمنحنى عند اللحظه تي كتساوي 22.5 كما كتلاحظوا معايا. الا ما عطاكش داك المماس كدير؟ كتمشي لهاد المدة اللي طلبوا لنا نحسبوا فيها السرعة الحجمية 22.5 هي هذه تقريبا. ها 22.5 كنسقطها على المنحنى كناخذ واحد النقطة، دونك كناخذ ديك المدة الزمنية 22.5 سكوند كنسقطوها على المنحنى ديالي، وديك النقطة كندير فيها واحد المماس، يتسمى مماس ديال هاد المدة الزمنية. مزيان، الحجم راه عندي خلاص في المعطيات، سي بون. دابا كنحسب الميل. دونك باش نحسب الميل شنو كندير؟ دي اكس على دي تي اللي هي دلتا اكس على دلتا تي، كناخد نقطتين من التقدم، فرق نقطتين من التقدم، وهاد فرق نقطتين يعني مثلا الا خديت هاد النقطة خصني نسقطها على المماس ماشي على المستقيم. رد بالك عليها، كنرسم المماس مثلا خديت هاد النقطة مثلا 0.4 0.8 الا زدنا عليها 0.4 1.2 الا زدنا 0.4 1.6 دونك كناخد 1.6 ياك. واحد النقطة واحدة أخرى هنايا مثلا كندير هاد إكس دو موا إكس أن، وهاد إكس دو كنسقطها على المماس وكنسقطها على المدة الزمنية، هذه هي تي دو. و إكس أن أيضا فين ما خديتها كنسقطها على هاد المماس هاد المستقيم دلتا، وكنسقطها على دي تي اللي هي تي أن، وكندير دي إكس سيغ دي تي هي إكس دو موا إكس أن سيغ تسمى على تي دو موا تي أن.
وكندير التطبيق العددي بشويه عليكم هانتوما. دونك هي واحد على في هو دي اكس على دي تي. هانتوما ما تاخدينا 0.7 ناقص 2 سي بون 0.7 و 2 ضربنا في 10 ناقص 3. علاش؟ حيت اكس تعطات هنا بالميلي في 10 ناقص 3 فوالا، حيت اكس ديجا عندي في 10 ناقص 3 مول، دونك هاد القيمه في 10 ناقص 3. دونك 0.7 ناقص 2 10 ناقص 3 0.7 الا سقطناها على المده الزمنيه، الا سقطتها على المماس دلتا وسقطتها على المده الزمنيه نلقى 0 ناقص، و2 كتناسبها في المده الزمنيه 52.5 سكوند سي بون. وكنجي كنعوضها هنا هاد القيمه اللي لقيت 2.5 في 10 ناقص 5 كنعوضها هنا، الوحده ماذا؟ مول سكوند موان 1 حيت هنا المول وهنا السكوند، تقدم بالمول بالمده الزمنيه بالسكوند دونك مول على السكوند. والحجم خلاص راه عطاونا 10 مليلتر، خصني نحولها لليتر، النظام العالمي للوحدات ديال الحجم. فوالا دونك هي 10 في 10 ناقص 3 لتر، وكنلقى 2.5 سي بون، 2.5 في 10 اس ناقص 3 مول لتر موان 1 سكوند موان 1، هما حيدو ديك 10 ناقص 3 وردوها ميلي مول لتر موان 1 سكوند موان 1. مزيان، آخر سؤال في هذا التمرين ديال الكيمياء. تشير اللاصقة إلى أنه خلال عملية التنظيف يجب استعمال المقلح التجاري المركز مع التسخين. أنت قال لك مع التسخين، ما هو أثر استعمال المقلح التجاري المركز مع التسخين على المدة الزمنية اللازمة لإزالة الرصيب؟ علي جوابك. راه إلا تبعتوا معايا في المقطع ديال التمرين قلنا لكم بأن التسخين هو محفز يسرع من التفاعل الكيميائي، كيسرع من هذه المدة الزمنية. هذا هو الدور ديالو. استعمال المقلح التجاري مع التسخين معناه الرفع من درجة حرارة الخليط، ولا رفعتي من درجة الخليط الذي تعتبر عامل حركي، واحد لو فاكتور سينيتيك اللي كيسرع من التفاعل، فيكون الوصول إلى التفاعل، فيكون الوصول إلى يعني الحالة النهائية للتفاعل في مدة زمنية أقل، وبالتالي فالرفع من الرفع من درجة الحرارة عبارة عن حافي عن محفز ان كاتاليزور او عامل حركي من بين العوامل الحركيه اللي كتسرع من التفاعل، اللي كتنقص من ديك المده الزمنيه باش نوصلوا للتقدم النهائي في واحد المده اقل. سي بون. اذا نتمنى تكونوا تبعتوا معايا مزيان هاد التمرين ديال الكيمياء، ودابا غادي ننتقل معكم لتمرين الفيزياء حول التحولات النوويه. التمرين الاول في الفيزياء كما كتلاحظوا معايا الفيزياء من 13 نقطه. التمرين الاول التحولات النووية من نقطة على ثلاثة النقاط. التمرين الثاني المكتفات العادية والمكتفات الفائقة خمسة النقاط، والتمرين الثالث دراسة حركة نواس مارين أفقي خمسة النقاط. الآن غادي نبدأ بالتمرين ديال التحولات النووية، خليكم مركزين معايا. التمرين رقم واحد، الهدف من هذا التمرين هي الإشعاعات النووية في خدمة الطب. كيفاش هاد الإشعاعات النووية كيخدموا لنا المجال الطبي؟ فين كنخدموهم؟ في الميدان الطبي. إذا يعتبر الطب أحد المجالات الرئيسية التي عرفت تطبيقات للأنشطة الإشعاعية لزاكتيفيتي راديو أكتيف، حيث وظف عدد من حيث تم يعني تم توظيف عدد من النويدات المشعة لتشخيص الأمراض ومعالجتها. هاد النويدات المشعة اللي هما غير مستقرة اللي فيهم الإشعاعات، إما إشعاعات ألفا اللي هي دقائق الهيليوم، أو إشعاعات بيتا موان اللي هي دقائق البوزيترون صفر بليس أن، أن إلكترون كاين عنده بليس أن ماشي موان زين كيتسمى بوزيترون، أو الإشعاعات من طراز بيتا موان اللي هما سو فورم ديال لي بارتيكيل ديز إلكترون، والإشعاعات سو فورم غاما ممكن يشخصوا لنا الامراض الباطنيه ويعالجوها. ومن بينها الرينيوم، النويده المشعه الرينيوم اللي عندها في العدد الذري الزيت 75 وفي عدد الكتله ولا عدد النويات 186 تستعمل في الميدان الطبي لتشخيص بعض الامراض، التي تستعمل جرعات من لتخفيف من الام الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي. اذا كل نويده او كل نوع او طراز من نشاط الاشعاع الا يعني كيتخصص في علاج واحد المرض من الامراض. بالنسبه لنويده الرينيوم كيتستعمل في المجال الطبي كجرعات منه للتخفيف من الام الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي،
يعني كتحقن داك الموضع داك البلاصه اما الركبه او داك العظام باش ما يبقاش عندك الام الروماتيزم، حيث هذه الانشطه الاشعاعيه كيتفاعلوا مع داك المرض. مزيان. المعطيات ثابته النشاط الاشعاعي للرينيوم، ثابته النشاط الاشعاعي هنا لوندا كتساوي 2.2 في 10 ناقص 6 سكوند موانز لا كونستانت راديو اكتيف. الى حولناها لجوغ موانز، الى حولنا السكوند لجوغ، السكوند باش نحولوها لجوغ كنقسمها على 3600، لان بليتو ان جوغ باش نحولوه للسكوند كنضربوه في 24 في 3600، حيت ان جوغ فيه 24 ساعة وساعة فيها 3600، وبالتالي الا بغينا نحولو من السكوند للجوغ كنقسم على 24 مضروبة في 3600 كتعطينا 0.19 جوغ موان زان. علاش الوحدة عندنا جوغ موان زان؟ حيت عندنا واحد القاعدة الا تذكرتو معايا بأن ثابتة النشاط الإشعاعي كتساوي واحد مقسومة على ثابتة الزمان طو، وثابتة الزمان في السكوند، وبالتالي الا طلعنا السكوند الفوق كيولي سكوند موان زان. مزيان. اولا تفتت نويدات الرينيوم، اعطي تركيب نويدات الرينيوم. تركيب شنو هي؟ شحال فيها من عدد البروتونات، شحال فيها من عدد النوترونات، شحال فيها من عدد النويات او عدد الكتله. عدد البروتونات هنا الزيد كيساوي 75، عدد النويات او عدد الكتله 186، وعدد النوترونات هي 186 ناقص 75 اللي غادي نلقاو فيه. اذا الزيد هي 75، عدد الكتلة 186، وعدد النوترونات إن هو عدد الكتلة ناقص عدد البروتونات، حيت كنعرفوا بأن النويات شنو هما مناش كتكون نويدة. النويدة هو ما بداخل النواة، هما بروتونات زائد نوترونات، والمجموع ديال البروتونات زيد والنوترونات إن كيعطيك عدد الكتلة أو عدد النويات أ. إذا أ كتساوي إن زائد زيد، ألوغ إن كتساوي أ موان زيد. إلا درتي 186 ناقص 75 كيعطيك 111. مزيان. سؤال واحد جوج، ينتج عن تفتت النويدة اللي هي الرينيوم 75 186 نويدة الأوسميوم. أوسميوم دونك كتفتت هذه النويدة المشعة الغير مستقرة واحد النويدة أخرى أكثر استقرارا اللي هي الأوسميوم 186 76. اكتب معادلة تفتت نويدة الرينيوم وحدد نوع طراز هذا الإشعاع. دونك هذه كتحول لهذه زائد واحد الدقيقة، وكندير قاعدة صودي لانحفاظ عدد البروتونات او لانحفاظ العدد الذري، وكذا انحفاظ عدد الكتلة. اذا هنا هذه النويدة تتفتت وتتحول الى نويدة الاوسميوم زائد واحد الدقيقة، حيث نويدة فاش كتفتت كتولد منها واحد نويدة اكثر استقرارا منها ياك، زائد واحد نشاط اشعاعي على شكل اما هيليوم او بوزيترون او الكترون. نويدة تتفتت وكتخلص من واحد الدقيقة مشعة. اذا هنا بتطبيق قانون صودي نجد ان هاد ا 186 كتساوي هاد 186 زائد ا، اذا عدد الكتلة ديال المتفاعلات كتساوي مجموع عدد النويات ديال عدد النويات ديال النواتج. دونك 186 كيساوي 186 زائد ا، الى حسبنا ا كنلقاو 0، دونك ا كتساوي 0. دابا 75 اش كتساوي؟ انحفاظ العدد الذري الزيد، خصني نحافظ ا ونحافظ الزيد. دونك 75 ديال عدد الذري الزيد ديال هاد المتفاعلات كيساوي المجموع ديال عدد الذري الزيد النواتج، هي 76 زائد الزيد. الى حسبتي الزيد غادي تلقى ناقص 1، الى درتي التطبيق العددي الزيد كيساوي ناقص 1. اذا الدقيقه اللي عندها ا 0 والزيد ناقص 1 هي دقيقة الإلكترون، وبالتالي من طراز بيتا موان. هنا إكس كتعوضها بإلكترون في أ صفر وفي زد ناقص واحد، إذا من نوع طراز بيتا موان. وكان لقينا بوزيترون صفر زائد واحد غادي نقولو من طراز بيتا بليس. وكان لقينا الهيليوم أش جوج أربعة جوج أربعة في أ وجوج في زد غادي نقولو من طراز ألفا. مزيان. تري بيان فوالا، دونك قلنا من طراز بيتا موان. الجزء الثاني، الحقن الموضعي بالرينيوم. يوجد الدواء المستعمل للحقن على شكل جرعات تحتوي على الرينيوم. حتى الرينيوم راه مشع، غير هو يعني اكثر استقرارا من بليتو. الرينيوم هو المشع وتحول الاوسميوم اللي هو اكثر استقرارا من الرينيوم. فوالا، دونك يوجد الدواء المستعمل للحقن على شكل جرعات تحتوي على الرينيوم ار او
عدد الكتلة 186 والعدد الذري زيد 75، حجم كل واحدة منها في زيرو كتساوي 10 مليلتر. النشاط الإشعاعي الاكتيفيتي راديو اكتيفيتي للرينيوم الموجودة في كل جرعة عند اللحظة تي صفر، يعني النشاط الإشعاعي، واحد النشاط الإشعاعي اللي متواجدة في الرينيوم قبل ما تفتت في اللحظة تي زيرو، قبل ما يبدأ التفتت، شنو هي؟ هي أ زيرو كتساوي 4 في 10 أس 9 بيكريل. البيكريل هي وحدة ديال النشاط الإشعاعي. ولا راه ديجا درسنا فاش بدينا هذا الدرس ديال التحولات النووية، قلنا بيكريل هو عالم فرنسي، هو أول عالم فرنسي اكتشف، هو اسم لعالم فرنسي، أول واحد اكتشف أن بعض الدقائق، يعني إلا تذكرتوا معايا النشاط الإشعاعي ديال سماء باريس فاش كانت السماء غائمة، تعذر عليه أنه يخرج اللوحات، اللوحات ديال الأملاح المعدنية ديالو للشمس حيت كاين الغياب، وخلاها في المكتب ديالو ولا في اللابوراتوار ديالو، ولقى بأنها كتخلي الطبعات صفراء، ودوك الطبعات الصفراء هما إشعاعات، يعني دوك النويدات بحال اليورانيوم بحال بعض النويدات المشعة كتخلي، يعني كتفتت تلقائيا بلا ما تكون الشمس، بلا ما تأثر عليها الأشعة الشمسية. واكتشف بأن هذوك بعد، يعني بعد إنجاز التجارب والبحوث اكتشف بأن دوك البقع عبارة عن إشعاعات. دونك من هنا جات وحدة سبيكريل ديال النشاط الإشعاعي. سؤال جوج واحد، حدد بالوحدة جو قيمة عمر النصف تي أن دومي للرينيوم. قمنا نحددو تي أن دومي، عارفين القاعدة باش كنحدد تي أن دومي، أن تي أن دومي كيساوي إلين جوج على لوندا، هادي راه شفناها في الدرس، سي بون؟ إلين جوج على لوندا، لوندا هي 0.19 جو موان زان، حيت لوندا راه عطاها لنا في المعطيات. إلين جوج بيدر وحدة هنا جوغ موان زان، إلا طلعنا الفوق كتولي جوغ، دونك تي أن دومي هي 3.65 جوغ، سي بون؟ 3.65 جوغ. مزيان، سؤال جوج جوج، معطيات السؤال، أوجد عند اللحظة تي واحد ماذا؟ لحظة تي واحد كتساوي 4.8 جوغ، قيمة إن واحد عدد نويدات الرينيوم الموجودة في كل جرعة، إلا طلبوا لنا في هذه اللحظة تي واحد نوجدوا قيمة إن واحد عدد نويدات الرينيوم الموجودة في كل جرعة. هنا كنديروا هذا القانون ديال التناقص الإشعاعي، كاملين كنعرفوا بأن إن أ هو عدد، هو عدد النويدات المتبقية في واحد اللحظة، هنا تي أ كيساوي إن زيرو عدد النويدات، يعني في اللحظة تي كيساوي صفر عدد النويدات المشعة، هنا إن أ هو عدد النويدات المشعة اللي باقي ما تفتتوا في هذه اللحظة، و ان زيرو هي عدد النويدات المشعه في اللحظه تي كيساوي صفر قبل ما يبدا التفتت في الاصل، فوا ليكسبونونسيال اس ناقص لوندا تي ان، هذا قانون التناقص الاشعاعي، سي بون؟ والتغيرات ديال ان بدلالة الزمن عباره عن داله اسيه تناقصيه، راه شفنا حيت التفتتات، حيت هاد النويده تتفتت تلقائيا وكت يعني كتفتت وكتخلص من الاشعاعات مع مرور الزمن. دابا طلبوا لنا نحسبوا ان ان، ان القاعده ما بين ان 0 و ا 0، كنعرفوا بان ا، نرجع شويه للور، كنعرف بان ا النشاط الاشعاعي اش كيساوي لندا ثابته النشاط الاشعاعي مضروبه في ان، في عدد النويدات المشعه والمتبقيه في اللحظه تي. الى عوضت ا 0 كنعوض ان بان 0، وبالتالي ا 0 النشاط الاشعاعي في اللحظه تي كيساوي صفر، كيساوي ثابته النشاط الاشعاعي لندا مضروبه في ان 0، يعني عدد النويدات المشعة في اللحظة تي كيساوي صفر، صافي؟ وبالتالي قلنا أ زيرو كيساوي لوندا فوا إن زيرو، إذا إن زيرو باش نعوضها، نعوضها بأ زيرو على لوندا، قلت أ زيرو كيساوي ثابتة نشاط الإشعاع مضروبة في إن زيرو، منه في هاد القاعدة ولا هاد القانون ديال التناقص الإشعاعي غادي نعوضو إن زيرو بأ زيرو على لوندا، مفهومة للجميع. مزيان، وكندير التطبيق العددي، أ زيرو راه عطاوها لنا في المعطيات، هي 4 في 10 أس 9 بيكريل، رجعنا راه كاينة في المعطيات، أ زيرو، أ زيرو، فوالا، دونك أ زيرو هي 4 في 10 أس 9 بيكريل، هي هادي، كنقسموها على اللوندا حتى هي عندي في المعطيات، اللوندا هي 2.2 في 10 أس ناقص 6 سكوند موان زان، مكناخدهاش بالجوغ، كناخدها في النظام العالمي للوحدات، سكوند موان زان. فوا ليكسبونونسيال ماذا؟ فوا ليكسبونونسيال ناقص 0.19 جو هي اللي هي لندا،
فوا تي ان، علاش هنا خديت جو ما خديتش سكوند؟ حيت اللحظه تي ان عطاوها لنا بالجو. انتم الى رجعنا للحظه تي ان، عندنا نفس اللحظه تي ان 4.8 جو سي بون. وبالتالي باش نختزل هنا بالجو الموانزه مع الجو باش تعطيك واحد، خديت هاد لوندا بالجو 0.19. شحال من تلميذ يقول لي انا خديناها بالسكوند وهنا بالجو؟ اي حنا ناخذوها بالسكوند، ولكن كاين ليكسبونونسيال لوندا. لوندا خصني ناخذها بالجوغ موانزا، و لو طون ديجا تعطى بالجوغ، جوغ موانزا مع الجوغ كيمشي كيولي هي ناقص 0.19 فوا 4.8. الا درتي التطبيق العددي، اصلا العدد بدون وحده، الا درتي التطبيق العددي كتلقى 7.3 في 10 اس 14 عدد بدون وحده. اخر سؤال، عند نفس اللحظه تي 1 ناخذ من الجرعه ذات الحجم في 0 10 مليلتر. كناخذوا من هذا الحجم في 0 اللي هو 10 مليلتر، حقنا حجمها في، وعدد نويدات الرينيون فيها هو ان كيساوي 3.65 10 اس 3. ثم نحقن بها مريضا في مفصل الكتف من اجل ازاله الالم ديال الروماتيزم في مفصل الكتف. اوجد قيمه الفي اللي خديناها من هذا الحجم في 0. هنا كنرجع شويه للكيمياء، العلاقه ديال الكيمياء شنو عندنا. فوالا كما كتلاحظوا معايا هنا، يعني في العدد ديالو هو ان ان و في 0 بالنسبه لان ان. دونك الحجم اللي غادي ناخذه انتما بحال اللي كنديروا لا ريغل دو 3، العلاقه الثلاثيه في بالنسبه لان و في 0 بالنسبه لان ان. دونك الحجم في كيساوي العدد ان على ان ان فوا في 0، حيت هذا الحجم كناخذوه من في 0 سي بون. و الى درنا التطبيق العددي كنلقى كيساوي 0.5 مليلتر. فوالا دونك هذا هو التمرين ديال الكيمياء، التمرين ديال الكيمياء وكذا التمرين ديال الفيزياء النوويه. كما كتلاحظوا معايا تمارين جد بسيطه، خصكم غير شويه ديال التركيز و تبريباريو مزيان. وهادشي جو بونس راه شفتوه كامل في الدروس ديالكم. خليكم معايا في التقديم المقبل، في الحصه المقبله اللي غادي ندرسوا فيه، اللي غادي نديروا فيه التصحيح ديال تمرين الكهرباء، الموضوع ديالو دراسه المكتفات العاديه والمكتفات الفائقه. تمرين جد مهم هنا في ثنائي القطب ار سي سي بون، راه غالبا كتحط بزاف بالنسبه للاس في تي. وكذا تمرين هنا غادي ندرسوا ار سي، ومن بعد انتقال الطاقه بين مكتف وشعاع، التذبذبات المتواليه ار ال سي. ومن بعد غادي نديرو ايضا في نفس يعني في نفس التقديم تصحيح تمرين الميكانيك، دراسة بعض مميزات بعض المقادير المرتبطة بحركة جسم صلب. وهنا غادي نشوفو حركة ديال واحد النواة المرين، حركة جسم صلب فوق مستوى افقي. اذا خليكم معايا في التقديم المقبل باش نديرو تصحيح الكهرباء والميكانيك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.